في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحست عطوري إن لمست ما صافح يوما إذفارك. يا مرحبا فيكم، يسعد اوقاتكم. العطور التي تصلح لجميع اوقات السنه او لجميع الفصول. بتعرفوا انتم انه العطور الصيفيه تختلف نوعا ما بادائها عن العطور الشتويه يلي المفروض تكون قاعدتها يعني ثقيله وبتاخذ يعني وقت لحتى تتبخر. اما العطور الصيفيه فهي فواحه اكثر ومكوناتها نوعا ما بالنسبة للقاعدة العطرية نوعا ما يعني مو كتير تقيلة، وقاعدة القلب والافتتاحية من المكونات السيتروسية أو الفواكه أو العشب الأخضر المقصوص وما شابه ذلك يلي بيجعل العطر فواح أكثر ومتبخر بسرعة أكبر. بس بهذا الفيديو إذا الله راد رح نذكر بعض العطور من خلال تجربتي يلي ممكن تصلح لفصل الصيف وفصل الشتاء والخريف والربيع بالأخذ بعين الاعتبار إذا كانت يعني هذا العطر مشترك لكل الفصول. فبكل فصل الانتباه للكمية اللي رح نرشها أو عدد المرات اللي بدنا نرشها، هذا الأمر راجع لكم. بهذا الفيديو حيكون عدد من العطور وبدون ذكر النوتات، ولكن فقط الأسماء بدون أي تأخير. خلونا مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي عطور أراها من وجهة نظري تصلح لجميع أوقات السنة، أرجو منكم ومن دخل إلى هذا الفيديو أن يشاركنا العطور التي يراها مناسبة لجميع فصول السنة من وجهة نظره ومن خلال تجربته. إلى الفيديو. أكوا ديجيو بروفومو من جورجيو أرماني. برادا من برادا. بلاتينيوم إيغويست من شانل. برادا لونروزا سبورت من برادا. انفيكتوس أكوا باكو رابان. فيتيفر من غيرلان. غري فيتيفر من توم فورد. جيفينجي بور أوم. ديفيدوف كول ووتر. كوما دي كرسون 2. كلاب دي نويت انتنس من أرماف. ألور من شانل. بلودي شانل. أزارو وونت نايت إدو برفيوم. لي بلو من إسمياكي. لودي إسمياكي بور أوم. بور لافندر من أزارو كوليكشن. بور لافندر من أزارو كوليكشن. دوتشي كابانا ذا ون. وأخيرا أزارو وانتد. وهكذا كان معنا الفيديو إلى اليوم، تحدثنا به عن العطور التي تصلح لجميع أوقات السنة من وجهة نظري. أرجو أن تشاركونا خبرتكم وأراءكم في التعليقات، وكونوا بخير بأمان الله.